نادين، شو بتخبرينا اليوم عن اطلالتك؟ حسيناها شوي مميزة، واللون والحلق وكله. هلا شكر كثير كبير لرولا دي فاشن، لانه اليوم واكيد لدانيا عواد شعراتي، اليوم بس رولا هي اللي اهتمت بالاطلاله من الراس للسكربينه. شوي ديفرنت، يعني كراي مع ازرق مع الوان، بس ليه ما بنروح، ليه ما بنعمل شيء ديفرنت؟ حسينا الشعر شوي الموديل غريب، تحسي كانه ظهره من الحمام بعدك وبعد الشعر مي. البس مجوهراتي. ايه هو فعلا الفكره انه تلاقي هيك ايزي جوينج، محممه اكيد عامله مكياج، حاطه فوسيل. انا عملت مكياج لانه لينا ابراهيم كان عندها التزامات وانا واصله من السفر امبارح، دونك ما قدرت اعمل مكياج معها. داني عوض هو اجى لعندي على شاري عمل لي شعرات، قلت له وات عادي. لما حطيت هالحلقات اللي بعثت لي هن رولا حسيت انه ولا ممكن البس معهم اي جوهره، لانه تخيل ما في شيء ممكن يضاهي هالاشخاص اللي موجودين بهيدي الصوره. وهيك نديمة نقول لك الحمد لله على السلامة. كيف كانت الإجازة الأختية؟ بتطير العقل، بتعقد. جنادي، راجي، جويس، ثانك يو، بحبكم، لأنه هول الأشخاص من الأصحاب القريبين. رشال لطوف، إلي لطوف، ابني مارك، خيي سيباستيان، كانوا حدي بس لأني كون عم بضحك وكون مبسوطة. قضيت إجازة معهم بتطير العقل، وهلأ رجعت مع الأولاد عم نتحضر للمدرسة، وإن شاء الله تكون سنة خير علينا وعلى الكل. اي بلد رحتي؟ بودروم تركيا، كثير حلوه. سمعنا انه انت هلا بلشتي عم بدك تبلشي تقري سيناريو جديد، في شيء معين وعمل ضخم معقول يكون بمصر بتقولي لإلك؟ لكي بكل صراحه انا الموضوع بعد ما وصل لي، انا رقمي القديم يلي كان عندهم اياه هو منه باسمي طبعا وتوقف، بقى صار عندي رقم جديد بيقدروا يتواصلوا معي على التويتر، على انستغرام، على الفان بيج تبعيتي، على الانبوكس يبعثوا لي. انا ما عندي لا فيلم لا مسلسل ولا شيء. اكيد بلبنان عم بينحكى انه نحضر شيء، بس انا بصراحه ماني بمود اني فوت بشيء هلا ابدا. شو رساله بتحب توجهيها لكل الاشخاص اللي بجرب ينتقد نادين الراسي او جرب شن هجوم عليها؟ ان شاء الله بصير مثلي. اللي بينتقد ان شاء الله بصير مثلي.